اجمالا نقدر نقول الجيل ده واحد من افضل الاجيال اللي جت في تاريخ الكوره. مش عايز اتكلم يا دكتور. يعني محمد صلاح ربنا يبارك له ويحميه. والله صحيح. اعظم لاعب مصري احترف خارج مصر. يعني في كتير لعبوا في خارج مصر. لكن ده اسطوره. وبعدين الحلو فيها دكتور انه مش من الاهلي ومن الزمالك. من نادي المهلي العرب. والاجمل والاجمل من الفلاحين من قريه اسمها نجريج. مركز بسيون محافظه الدقهليه محافظه الغربيه.